اختتمت فعاليات البطولة الوطنية للرياضة الجماعية لكرة الطائرة التي احتضنتها قاعة متعددة الرياضات أحمد ناصر وسط مدينة شلف بحضور وفود من 12 جامعة على المستوى الوطني إناث وذكور، والتي تمت وسط تنظيم محكم. عملنا على توفير كل الشروط الضرورية لتنظيم ونجاح هذه التظاهرة. طبعا مشاركة 12 ولاية هو في حد ذاته نجاح لهذه التظاهرة اللي نظمت على مستوى القاعتين، قاعة واتسلي بالنسبة للذكور وقاعة الشهيد محمد ناصري بالنسبة للإناث. سايتي اون بيل فينال اون بيل دومي فينال اوسي ليكيب دو بجايا اكي جو ديدي بوكو دو ريسبي ليكيب دو شلف اوسي. هوروزمون اون ا غاني اون ا في تو نوتر بوسيبل اون اي فوني بور ان بوت اون ا اوبتوني دو كوب دايور. نتائج البطولة عادت لفريق جامعة تلمسان إناث، فيما فاز فريق جامعة شلف ذكور على فريق جامعة الجزائر، وتم بالمناسبة تكريم الفرق الفائزة في البطولة. دائما أبونا مفتوحة لتنظيم مثل هذه التظاهرات بالتنسيق دائما مع الرابطة الولائية للرياضة الجماعية. والرابطة الولائية للرياضة الجماعية قامت بهذا تنظيم هذا البطولة، وكانت من أحسن البطولات حسب التقنيين اللي أتوا، لونيفو كان عالي. وتبقى ولاية وشلاف تلعب دورها المحوري في مثل هذه التظاهرات وغيرها، لما تسخر به من إمكانيات ووسائل مادية وغيرها من الهياكل الرياضية والخبرة المكتسبة في التعامل مع مثل هذه التظاهرات والدعم المطلق للسلطات.